بسم الله الرحمن الرحيم. البيبر بعنوان Beyond Accuracy Behavioral Testing of NLP Models with Checklist. هذا طبعا العنوان البيبر. خلينا أعطي لمحة عامة أو خلينا نقول بشكل أصح إيش العمل اللي بتقدم لنا إياه هذا البيبر أو اللي قدمونا إياه أصحاب هذا البيبر وإيش ممكن تريحنا وإيش ممكن أنا أستفيد منها. فخلينا نقول إنه هان عند البيبر تقترح منهجية تقييم مستوحى من هندسة البرمجيات, يعني مأخوذة من هندسة البرمجيات لنماذج البرمجة اللغوية العصبية اللي هي خلينا نقول الـ NLP اللي هي Natural Language Processing. طبعا خلينا نبدأ نمهد للموضوع على أساس إنه إحنا نفهم لايش تم تقديم هذا العمل او انا ايش ممكن استفيد بالنهايه من العمل اللي تم تقديمه في هذه الورقه. في البدايه احنا بنعرف انه اليوم انا الطريقه التقليديه لما اجي اقيم اي جوده نموذج ببني انا بعمله طبعا في مجال الان ال بي او خلينا نقول حتى في الماشين ليرنينج لما اجي اقيم اي خوارزميه انا تلاقيني بروح بتطلع على معايير معينة او خلينا اقول انه كثير من البيبر انه بتقيم مثلا من جانب واحد انه بروح بتطلع خلاص بشوف ايش الاكيورسي تبعت النموذج هذا وبناء عليها انا ايش بقوم خلاص انه بعتبر انه هذه انه النموذج 100% وما في اي ضعف وبقدر ايش استخدمه او خلينا نقول انه نجاح هذا النموذج يعتمد مثلا على دقة النموذج في العمل سواء في التدريب او في التست. يعني اللي بدي اوصله انه الطريقه التقليديه لتقييم جوده النموذج ان اراقب اللي هو مؤشر ايش الدقه في مجموعه اللي هي ليش التست داتا سيت او خلينا نقول هي مجموعه ليش الاختبار. غالبا انه بتلاقي احنا فعليا لما اجي اطلع على الاكيورسي واشوف مثلا النسبه العاليه مثلا خلينا اضرب مثال نفترض انه وصلنا احنا لمقياس اداء كان عند الاكيرسي 95% على اللي هو تيست داتا وبناء انا على هذه الدقة خلاص روحت اني نشرت النموذج او اني اعتمدت النموذج او ان انا قلت بالنهاية انه هذا النموذج ناجح و 100% لانه قيم عندي بنسبة كبيرة. ولكن لما اروح يبدأ مثلا المستخدمين الحقيقيين في استخدامه يمكن تكون هنا القصة نوعا ما مختلفة انه لما تجي انا راح اجرب او خلينا اقول ان اخذ هذا النموذج اجربه مثلا في تاسك ثانية بلاقي انه فعليا الاداء ضعيف مش زي ما انا متوقع انه طالما الله اعطانا 95% خلاص هذا النموذج معتمد وحمشي عليه. لا انا بصير الخلل. خلينا نضرب برضو مثال اوضح وخلينا اوصل الفكرة بشكل نهائي. اليوم انا جبت داتا سيت ودربت كذا نموذج على هذه الداتا والامور تمام وحتى رحت عملت تيست داتا وطلع لي اللي هو الاكيورسي عاليه. فقمت بناء عليه اخترت انا اللي هو اكثر خوارزميه طلعت معي اكيورسي عاليه وبدي اروح استخدمها انا مثلا في عمليه السنتمنت اناليسيز على اساس انه تروح مثلا تعمل لي بريدكت لاي حاجه معينه سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف. ولكن اتفاجأت ان لما جيت انا عملت بريدكت للشغلات هذه لقيت انه فعليا النتائج المتوقع اللي انا حاططها في الحسبان انها تطلع للاسف اتفاجئ انه ما هي النتائج اللي انا كنت منتظرها. فبالنهايه انا الورقه بتقول لك انه احنا في ال NLP انه بيعتمدوا على مقياس او خلينا نقول على مثلا اللي هو مصفوفه واحده يعني انه خلاص بتطلع على الاكيورسي وببني بعد هيك عليها شغله بغض النظر ممكن مثلا نعتمد على اللي هو الكلاسيفيكيشن ريبورت اللي هو طلع لي البريسيجن واللي طلع لي الريكول والاف ميجر. يعني بالنهايه بتتكلم انت من منظور واحد. ففي المقابل في مجال هندسه البرمجيات علشان انه بده يطلق نموذج او انه بده يعتمد تول معينه او انه يعني خلينا نقول انه ينزلها بشكل نهائي لازم هذا التول او لازم هذا النموذج يمر في عده اختبارات. يعني في عندك اللي هو الاختبارات الوحده اللي هي يونت تيست وفي عند اختبارات الانتجريشن تيست وفي عند الاند تو اند تيست وفي عند الكومباتبل تيست. والله النموذج مر في هذول الاختبارات وكانت الامور تمام خلص انا بحكم هيك عندي انه يتم نشر التطبيق. بينتشر بعد ايش ما يمر من اكثر من اختبار.
فهنا المفارقة إنه في عندي أنا كذا اختبار على أساس إنه أخلي نسبة قليلة إنه لما يجي يستخدم الزبون بشكل نهائي أو المستخدمين الحقيقيين بالنهاية لما بتطرح هذا النموذج أو لما بتطرح هذا الأداة ما يصير فيه إنه عندي مشاكل وإنه ما يحقق النتائج اللي كنا بنين عليها. فعنا ريبيرو والآخرون اللي معاه, طبعا ريبيرو اللي هو صاحب البيبر, لاحظوا هذه الفجوة انه في NLP انه خلاص انا بطلع من مقياس الاداء, واستلهمت الفكرة من زي ما قلنا من هندسة البرمجيات عشان اقترح انا منهجية تقييم للغة البرمجة اللغوية العصبية اللي هي NLP. وهذه طبعا المنهجية اللي بقترحها في البيبر تبعته اللي هي التشيك ليست. بالمناسبة هذا البيبر طبعا كانت أفضل ورقة طبعا في المؤتمر الـ ACL 2020. طيب في البداية عشان أنا أفهم إيش التشيك ليست لازم أفهم أول حاجة الاختبار السلوكي طبعا في سياق اللي هي إيش الهندسة البرمجيات, اللي هو لازم أفهم أنا الـ behavioral testing علشان أنا بالنهاية أفهم إيش بالنهاية التشيك ليست أو إيش هي المنهجية التشيك ليست. طبعا الـ behavioral test اللي هو برضو معروف برضو في له مفهوم أو خلينا نقول المصطلح اللي هي المصطلح الـ black box testing. هذا الاختبار اللي بقوم فيه باختصار بيختبر قطعة من البرامج أو خلينا نقول اللي هو functionality testing, بختبر function معينة أنا بناء على مدخلات والمخرجات المتوقعة. يعني أنا بناء يعني أنا بدي أوصله إن ما بعنيني أنا بالنهاية تفاصيل التنفيذ الفعلية إنه كيف انبنت الفانكشن, لا أنا عندي فانكشن معينة بدي أختبرها. كيف بدي أختبرها؟ في عندي مدخلات وفي عندي مخرجات متوقعة, والله بدي أشوف المدخلات بعد ما تدخل على الفانكشن هذا هل هتطلع لي والله بالمخرجات المتوقعة مني ولا لا. هذا ببساطة اللي هو البيهيفيرال تيستينج. برضو عندنا هنا كمان لما برضو بده برضو يكون عندي الفانكشن اللي هو برضو لما اقوم انا مثلا اعطيه انه اجمع اي رقم عندي انا مع صفر, المفترض انه رجع لي الرقم نفسه هو او انه لما بدي اجي ادخل العمليات الحسابيه والشغلات هذا, فبده يكون في عنده قدرات او خلينا نقول نوع من المنطق لما بدها تصير او تجري العمليه الحسابيه عشان انا بالنهايه الجواب اللي انا حاطه والمخرج المتوقع اللي انا راسمه يطلع هو. وكمان مره ما بيعنيني انا كيف الفانكشن اساسا بنت او خلينا نقول كيف فعليا بيتم التنفيذ لهذه الفانكشن بالتفصيل, هذه التفاصيل ما بتعنيني في حاله اللي هو البيهيفيورال تيستينج. طب خلينا ننتقل هالقيده بما انه فهمنا احنا مفهوم البيهيفيورال تيستينج واخذنا فكره انه انا كيف فعليا كيف ان انا بختبر الفانكشن علشان فعليا انا جيت نبدا نربط الكلام او خلينا نقول انه نمشي على هذا الاساس. اللي عندنا هنا التشيك ليست فريم وورك, التشيك ليست فريم وورك طبعا زي ما قلنا انه التشيك ليست بيقترح اطار عام عشان انا اكتب اختبارات سلوكيه, الاختبارات السلوكيه اللي هي بيهيفيورال تيستينج لاي نموذج او اي مهمه في مجال ال NLP. تمام. طيب هل جيت التشيك ليست على ايش بتعتمد او ايش الفكره من التشيك ليست او ايش هي؟ يعني بالنهايه كيف بدي ماشي؟ انت قاعد بتقول انك تكتب اختبارات وبدك الاختبارات هذه اللي هي اختبارات سلوكيه, يعني انا بالنهايه سلوكيه خلينا نقول اني بدي اشوف انا مهمه هذا الاختبار. طيب ايش الفكره او ايش هي التشيك ليست بالنهايه كيف بدي امثلها؟ خلينا نقول انا عشان انا الفكره الاساسيه منها او كيف بدي امثلها هي تعتمد على مصفوفه مفهوميه اللي هي كونسبتبل ماتريكس. عندي بتتكون من صفوف وبتتكون من أعمدة, يعني زي ما احنا شايفين انا عندي في عندي بتتكون من صفوف وبتتكون من أعمدة. طبعا عندي الصفوف حتكون عبارة عن linguistic capability اللي هي خلينا نقول القدرات اللغوية, وفي عندي انواع التست اللي حمشي عليها اللي هي عبارة عن أعمدة.
فأنا بصير بطرح أنا المثال وكيف بدها تم تقييمه بناء على الشغلات هذه. حنيجي في التفصيل إيش تعني هذه وإيش تعني هذه وإيش تعني هذه والأمور هذه. طبعا بالنهاية أنا لقيتها بدي أحسب بالنهاية اللي هو معدل الفشل أو خلينا نقول وين فشل التقييم النموذج. ومن خلال إن أنا بحسب معدلات الفشل بنعرف ساعتها احنا وين الضعف في هذا النموذج. يعني والله اليوم انا بطرح مثلا عليه شغلة معينة مثال خلينا نقول عندي مثلا بدي اختبره. حنيجي احنا لقدام من بين هذا الكلام بس على سريع. يعني لما بدي اجي انا مثلا امرر النموذج شغلة معينة جملة واروح امرر له جملة تانية واغير حاجة اختلاف بسيط والله بدي اشوف ان النموذج كيف قدرته على التعامل. هل والله انه هيعتبر انه نفس الاول ولا مش هيعتبره نفس الاول ولا هيعتبر التاني جديد عن الاول. وبناء عليه انا بحسب معدل الفشل اللي هو الفيلر ريت زي ما انا موضح انا عندي. وساعتها انا بعرف انا بالنهايه في عندي نسبه ان اقيس انا ضعف او قوه النموذج اللي عندي. طيب نيجي اول حاجه للاعمده عندي اللي هو انواع التست. عندي طبعا انا هنا عندي ثلاث انواع طبعا عندي مذكوره في البيبر عندي ثلاث انواع للتست. اول نوع عندي اللي هو المينيمم فانكشناليتي تست اللي هو الام اف تي. طبعا خلينا نشرح باختصار ايش اللي هو المينيمم فانكشناليتي او ايش الهدف منه. خلينا نقول او خلينا على طول ان بما انه الشغله هذه كلها مستوحاه من هندسه البرمجيات خلينا اشبه لك انه هذا الاختبار في شبه من اللي هو اختبار اللي هو اليونت تيست اللي بيتم على مستوى السوفت وير انجينيرنج. احنا اللي بيصير كناه انه احنا بنبني مجموعه من الازواج طبعا عندي شغلتين اللي هي اللي عند التكست والاكسبتبل ليبل. يعني انا بالنهايه في عندي اول حاجه في انا عندي جمله. الجمله هذه بدي اروح انا اشوف البريدكت تبعها والله بدي اشوف هل هي نيجاتيف ولا بوزيتيف تمام. وبناء عليه لو انا بعرف اللي هو هل والله نجح الموديل ولا ما نجح. خلينا ناخذ على طول المثال عندي. لو انا عندي I didn't love the flight عندي هو هذا التكست اول مدخل لقيتها من الجمله المتوقع انه الشغله هي بالنهايه نيجاتيف انه ما بحب ايش الطيران. طيب لقيتها لما اروح انا ادخل النموذج راح يعمل لي بريدكت راح يتنبأ لي انه هذه الشغله ايش بوزيتيف. فهنا ايش بصير في عندي هو بالنهايه هنا النموذج بحكم عليه انه ما نجح فيه لانه انا المتوقع عندي ان هي اساسا نيجاتيف. فانت بتروح تتوقع لي عكس اللي انا منتظره وتروح تقول لي بوزيتيف فهنا حاله النجاح عندك فشلت. وخلينا نقول انه الهدف من هذا الاختبار انه عشان انا اتاكد انه النموذج ما بياخذ اي طرق مختصره. يعني خلاص على طول والله بروح بعمل بريدكت زي ما صار في المثال واتاكد انه انا في عنده او اتاكد انه النموذج يمتلك قدرات لغويه على اساس انه يفهم انه والله انه هذه الجمله عندي منفيه او انه هذه الجمله بالنهايه في عندي انا الادجكتيف انه يصير بناء عليها او الشغلات هذه انه بالنهايه انه ما يصير انه دغري على طول انه يقيم بشكل عشوائي خلينا نقول بدل انه كلمه اللي هو ياخذ طرق مختصره. طيب التايب الثاني من التيست اللي هو الانفيرينس تيست. الانفيرينس تيست طبعا خلينا نقول انه هنا ايش اللي بيصير انه بيعمل على تشويش امثله التدريب او خلينا نقول بشكل افضل وبشكل اصح انه بيعمل عمليه اضراب في المثال. ايش يعني اضراب؟ يعني على سبيل المثال اليوم لما انا اعطيه تكست عندي هنا واقول له وي هاد ا سيف ترافل تو شيكاغو انا امتلك طريقه من لشيكاغو تمام. هذه هي الجمله الاولى انا دخلت له اياها للنموذج وراحت ايش اعطاني بريدكت له بوزيتيف تمام. اللي عند الجمله الاولى اللي بريدكت لها بوزيتيف. طيب رحت انا مررت له جمله ثانيه رحت غيرت انا شيكاغو وخليتها دلاس تمام. انا غيرت لوكيشن مكان لوكيشن هو المفترض من الطبيعي ومن البديهي ومن المتوقع انه ما يصيرش اي حاجه. المفترض انه اللي بريدكت يضل عنده بوزيتيف لانه انا ما غيرتش بس غيرت لوكيشن. فلما بدي اجي انا هنا بتفاجئ انه الموديل عندي عمل مثلا نيتشرال اعطاني ما اعطاني بوزيتيف او خلينا نقول اعطاني نيجاتيف. فبالنهايه هنا عندي ايش اصبح الموديل عندي ما اعطاني الدقه او ما اعطاني النتيجه المتوقعه منه. فاصبح انه انا النموذج لا يمتلك قدرات لغويه او قدره على التحليل. طيب النوع الثالث اللي هو الدايركشنال اكسبكتيشن تيست.
زي ما احنا شايفين انه اللي هو هذا التست في شبه من الانفيريانس تيست، ولكن في شبه منه، ولكن نقدر نقول انه بانه التغيير انه هنا التنبؤ النموذج مفترض انه يتغير. ايش يعني كيف يتغير او ايش اللي احنا بنقوله؟ انه هلقيتها مفترض زي ما قلنا في الانفيرنس انا قمت اعطيته تكست وفي عندنا بريدكت له، هلقيتها لما بدي انا اروح اضيف على الجمله مثلا بدي اعمل عمليه تشويش او بدي اعمل عمليه اضراب بدي اضيف على الجمله شغله معينه، المفترض الشغله هذه اللي انا بدي اضيفها ما تاثر على ايش؟ على التقييم، انه خلص بالنهايه طالما الجمله الاولى عندي سيرفيس وزنت جريت عندنا انه بتكلم على حاجه سلبيه طبعا البريدكت الطبيعي لها نيجاتيف، ولكن لما بدي انا اروح امرر له اياه كمان مره ولكن بدي العب في الجمله ان اضيف له جمله ثانيه والجمله الثانيه ما لها علاقه في الجمله الاولى، فبروح انا المتوقع وبناء على المثال السابق لما بده يعمل البريدكت المفترض انه يرجع لي اياها نيجاتيف ولكن راح اتوقع لي اياها نيتشرال، فهنا بالنهايه برضه انه هنا فشل الموديل. يعني باختصار كمان مره خلينا نعيد بس المثال هذا على السريع، انه هذا الاختبار زي ما قلنا بيشبه اختبار الانفيرينس وهنا بتوقع ولكن هنا بتوقع انه يتغير التنبؤ، يعني هو هنا لما بدي اروح اضيف له انا جمله بتوقع انه ايش يتغير هذا التنبؤ، ولكن في الانفيرينس انا خلاص اتدربت على جمله معينه انا بدي اختبره زي هان لما بدي اجي اختبره انا رحت غيرت بس لوكيشن وانا فيش انا عندي هنا توقع انه حيكون 100% يعني انه مش حيغلط طالما اتدرب اول حاجه بوزيتيف رحت غيرت المفترض انه يرد عليا بوزيتيف، ولكن انا متوقع انه بعد ما انا اعمل عمليه الاضطراب او تشويش على المثال انه يروح يرد عليا بشكل عكسي، وهذا اللي هو صار بالمثال تبع الدايركشنال اكسبشن تيست. طيب انا بالنسبه لهذه الشغله عندنا في البيبر بيحكي انه عشان انا اكتب التست او طريقه تمثيل التست ممكن تكون اللي هو لما اجي انا ارد بريدكت لاي جمله معينه ممكن يكون عندنا دوبليكيت او يكون ممكن عندنا بوزيتيف او نيجاتيف الشغلات هذه، فانا اول تاسك في عندي اللي هي موجوده الكيو كيو بي اللي هي كورك كويشن بير، كنا بنعرف احنا موقع كورا اللي هو زي منصه المنصه ان اطرح الاسئله وتتم فيها مساهمه من قبل الاعضاء بالرد على هذه المنصه، بالنهايه الكيو كيو بير في له داتا سيت والداتا سيت هتتكون من ازواج من الكويشن، وظيفه هذا التاسك انه اعرف انا هل في عندي دوبليكيت ولا ما في عندي دوبليكيت في هذه النماذج، فانا بقول لي زي ما انا فحصت في التست الدايركشنال ممكن امثل نفس الحاله نفس التست بس على ايش؟ على نوعيه ثانيه او على طريقه مختلفه اللي هي الكيو كيو بي. ايش يعني؟ يعني على سبيل المثال عندي هنا اول حاجه بيسالني هاو ماني بيبل ار ذير ان انجلاند، والكويشن الثاني كان وات از ذا بوبيليشن اوف انجلاند. هلقيت احنا لما بدي اجي انا كشخص انه اجي اقيم الشغله هذه من الطبيعي انه المثالين نفس بعض، انه في انا عندي هنا دبليكيت في الاثنين. عندي متوقع دبليكيت ولما يجي يعمل البريدكت عندك ايش؟ دبليكيت. عندي ايش المدلهان تمام. طيب لما بدي اروح انا اروح اقول له كمان مره بس ايش بدي اعمل؟ بدي اغير اللوكيشن بدل ما هو في السؤال الثاني كان على انجلند بدي اخليه تركي. فالمتوقع حان انه برضه يصير انا في عندي ايش؟ نوت دوبليكيت لانه انا بالنهايه صار عندي هذا سؤال مختلف وهذا سؤال مختلف لانه هذا صار في مكان وهذا صار في مكان. ولكن لما بدي اجي انا افحص النموذج بتفاجئ انه مثلا بيعطيني اللي هو دوبليكيت وهذا طبعا فشل النموذج. فهذه الشغلات وهذه التفاصيل اللي حنبني عليها. طيب لما نيجي نتكلم احنا هي خلصنا الجزء الاول وتكلمنا على اللي هو موضوع التست تايب، تكلمنا على الاعمده، خلينا نتكلم نيجي على الصفوف من المصفوفه المفهميه الخاصه بالتشيك ليست اللي هي اللينجويستيك كابابيلتي، القدرات اللغويه الخاصه للموديل. طبعا خلينا نقول انه في طبعا كذا شغله او كذا اللي هو قدرات للموديل، خلينا نشرحهم. اول حاجه في انا عندي اللي هو الفوكابلري اند بي او اس اللي هو بارت اوف سبيتش. طيب هنا بدنا نضمن احنا انه النموذج
له او خلينا نقول انه النموذج لديه المعرفه الكافيه بمفردات اللغه او اجزاء الكلام. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال لما نيجي هنا عندي اول حاجه the company is Australian. انا عندي الاكزامبل ايش يعني طبيعي بالنهايه انا خلينا نتكلم هل لقيتها على sentiment analysis بتتوقع اللي هو natural او positive or negative. طيب بالنهايه جمله عاديه ما فيها اي حاجه لا تحتمل النفي ولا تحتمل ايش لا تحتمل السلب ولا تحتمل الايجاب. فأنا بالنهاية عندي إذا كمان إز أستراليان أنا بالنهاية لما بدأ أنا أعرج على الكلام هذا بالنهاية في أنا عندي اللي هو الصفة عادية وفي عندي اللي هو إيش نعم أسماء. طيب المثال الثاني ذات كابينز كريو إز إكزاد أوردينري أنا منقول إنه اللي هو الطاقم الطائرة خلينا نقول استثنائي مثلا. فأنا الشغلة بالنهاية إيش إيجابية بالنهاية عند الصفة اللي هي صفة الاستثناء هي يعني بالنهاية إنه إشي كويس. فأنا بالنهاية إيش بدي أنا بالنهاية بكل بساطة بدي أوصله إنه أنا بدي أضمن إنه النموذج يفكر زي ما أنا بفكر إنه والله بدي أطلع إنه قبل ما أحكم على أي جملة بدي أجي أنا حل اللي يكون في عندي قدرة لغوية إنه والله الجملة هذه في عندي صفات في عندي أسماء إنه هذا والله الصفة هذا ممكن الصفة اللي هي تحتمل الإيجاب وتحتمل اللي هو الصفة السلبية أو ممكن لما تكون أنا عندي جملة عادية نحكم عليها ناتشرال مش أروح أنا أتفاجأ إنه النموذج يروح يعطيني برغم إنه مثلاً يكون مثلاً عطيني في المجموعات التدريب عطيني نسبة عالية ولكن أتفاجأ لما بدي أروح أختبره في حاجة أتفاجأ إنه بعطيني عكس اللي أنا متوقع منه. نفس الشغلة لو بدي أجي أنا أكتب التست بطريقة الكويشن كور اللي هو كور كويشن بير عندي هنا مثال اللي هو is John a teacher is an accredited teacher. هنا أصبح في عنا عندي إنه دخلت عند الصفة اللي هان فأصبح إيش غيرت السؤال يعني إنه بالنهاية ما صار في أنا عندي أو مستحيل إنه يكون أساسا إنه هذا السؤال نفس هذا السؤال يعني بالنهاية ما في عندي duplicate. فهذه الشغلات أنا قبل ما بدي يجي النموذج بدي أتأكد والله إنه النموذج هذا أفحصه من الشغلات هذه من القدرات اللغوية علشان أنا بالنهاية أقدر احكم والله النموذج ضعيف ولا. طيب اللي بعده عند اللي هو named entity recognition هنا اللي هو خلينا نتكلم على القدره الثانيه هذا بده يشوف يختبر قدره النموذج على فهم الكيانات المسماة. يعني اذا كانت مهمه والله الكيانات هذه اكيد حنوضح في المثال مهمه للجمله ولا مش مهمه. خلينا ناخذ مثال على السريع لما انا بدي اجي اقول له ويهات اسيف ترافل تو شيكاغو اروح ابدلها لدلاست. انا فعليا زي ما قلنا احنا قبل انت لما تبدل لوكيشن للبلوكيشن مش حيصير في اختلاف عندي انه لما اجي ابدل المفترض ما يصير في عندي ايش اي اختلاف. ونفس الشغله لما اجي انا اغير اللي هو اسماء مع اسماء المفترض برضه نفس الشغله ما يصير في عندي اختلاف في عمليه البريدكشن. طيب خلينا نتكلم بعد هيك على اللي هو التمبرال. انا بدي اختبر اذا كان النموذج بفهم ترتيب الاحداث في النص ولا ما بفهم ترتيب الاحداث. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول له I used to hate this airline although now I like it. هنا المنتج طلع في الجمله ماشي انا متوقع منها تطلع لي ايش بوزيتيف. وانا طبعا على قصه انه طريقه كتابه التست انا بتكلم هان ان انا من النهايه بتوقع منه هل والله هيرد عليا بوزيتيف او نيجاتيف وهذا في عمليه اللي هو السنتمنت اناليسيس او انه يرد عليا دوبليكيت ولا نوت دوبليكيت في حاله لو بدي استخدم انا او اكتبه بطريقه الكيو كيو بي. تمام هان بدي اروح انا افهم والله انا بقول له انا قديما او خلينا نقول انه قديما انا كنت اكره الشغله هذه بس الان حاليا انا حبيت هذه الشغله. فانا بدي افهم الاحداث انه انا ما الي في الماضي وحاليا انا ايش بحب فما بينفع اروح انا ابني على الماضي. طب انا حاليا بحب وكيف مش اروح اقول له ايش نيجاتيف. طب هو انا في انا عندي الجمله الثانيه بتحكي ان انا بحب الشغله هذه والمفترض او الطبيعي انه يقول لي ايش بوزيتيف. فهذه الشغلات لازم نتاكد انه النموذج بيفهم تسلسل الاحداث او ترتيب الاحداث عندي. طيب بعد هيك النيجيشن خلينا نتكلم عن النيجيشن انه بتضمن انه النموذج يفهم النموذج النفي وتاثيره على الجمله. يعني لما تجي انا اتكلم انا ذا اير كرافت از نوت باد انا عندي بقول انه الطيران او خلينا نقول مش سيء. فانا ممكن انا عندي انه بالنهايه انه اول حاجه انه هي بوزيتيف او ممكن انه بالنهايه تكون عادي بس انه نقول عنها نيجاتيف لا. ف
فبدنا نوصله انه بتدفم انا بالنهاية النفي الموجود عندي في ايش في الامثلة. وبرضو نفس الشغلة بدي اجي انا اعملها على قضية الـ QQB طالما انا فهمت انه بدي اشوف انا والله تأثير هذا سلبي او ايجابي او كيف تأثيره بالنهاية على مخرجات الجملة. القدرة اللغوية اللي بعدها اللي هي سيمانتيك رول ليبلينج اللي هو انا خلينا نتكلم انه بضمن انه النموذج بفهم ما بين شغلتين الايجنت والاوبجكت اللي موجود عندي في النص. ايش يعني الايجنت؟ يعني اذا اتكلم انا بالنهاية على مسمى او على مؤلف او على شخص مثلا بحد ذاته. فلما اجي انا هنا اشوف عندي مثال some people hate him بعض الناس يكرهونه but I think that pilot was fantastic ولكن انا اظن انه ايش رائع. فانا انا بالنهاية حددت انا اللي هو المؤلف او حددت الشخص وش اللي هو بناية الصفة المرتبطة به وبناء عليه انا المتوقع منه انه بناية يرد علي النموذج بايش في بوزيتيف. طبعا انا عندك كان اللي هو الريمارك انه بوضح الشغلات هذه او ايش المنتظر او كيف التحليل المفرد انه ليش طلعت عندي بوزيتيف وبوزيتيف ونيجاتيف. طيب في عندي الروبستونز اللي هو في عندي اللي هو الروبينست الروبستنس طبعا هذه بضمن ان النموذج بتضمن ان النموذج بيتعامل مع الاختلافات الصغيره او خلينا نقول او الاضطرابات اللي قبل هيك شرحناها. يعني مثلا لما تجي والله اعطي مثال مثلا اروح اغير مثلا صار معي خطا مطبع في في ايش في جمله يعني زي المثال الثاني انا عندي هان ثانكس راح اغيرها بدل ما هو راح اضاف عندي حرف الان الزياده هان. فانا المفترض ان الشغلات هذه ما يصير انه اختلاف والله اني ضفت حرف او اني غيرت مثلا صار معي خطا مطبع في كلمه انه يروح في عمليه البريدكشن انه يصير في عندي اختلاف. بعد هيك في عندي اللي هو تاكسونومي اللي هو انا خلينا نتكلم انه بتضمن انه النموذج عنده الفهم الكامل لمرادفات ومضادات الكلمه. بمعنى انه والله جت عندي مثال هان لما بدي اجي اقول له هاو اي كان بيكم مور فوكال وبعدين عندي الجمله هاو كان اي بيكم مور اوت سبوكن. يعني بالنهايه تعال انت تطلع سواء عن الفوكال والاوت سبوكن الكلمتين مرادفات لبعض. فبالنهايه انا بدي اقول له دوبليكيت مش والله طالما انه اختلاف في كتابه الكلمه عن بعض انا اروح اقول له ارد عليه فين عندي في عمليه انه اقول له والله نط دوبليكيت لا هو فعليا عندي دوبليكيت. فهذه الشغله لازم اخذ بالي منها. طبعا احنا كتبنا التست بطريقه الكيو كيو بي وزي ما قلنا كمان مره ناكد انه الكيو كيو بي تاسك هذه مهمتها ان اعرف انا هل في والله دوبليكيت عندي في الكويشن ولا ما في عندي دوبليكيت. طبعا ما حمر على كل الامثله اختصارا للوقت. طيب بعد هيك في عندي الكور ريفرنس ريزوليوشن طبعا هذه عشان اضمن انه والله النموذج انه عنده او انه عنده القدره على انه يفهم الضمائر. بمعنى انه عندنا في الكويشن الاول في عندي ضمير هي وهير وبعد هيك في الكويشن الثاني كان في عندي شي وهم على نقيض انه الجمله هي نفسها ولكن اختلف الضمائر. طبعا انه المفترض مش يروح يرد علي انه دوبليكيت لا انا نط دوبليكيت لانه زي ما قلنا اللي هي مش هي الشي لانه هذا ضمير للانثى وهذا ضمير للذكر. فهذه الشغلات بتضمن انا انه النموذج يقيم صح. بعد هيك بتمشي على اللوجيك اللي هو القدره اللغويه اللي بعدها اللي عباره عن اللوجيك انه بتكون في عندي نوع من انواع المنطق او خلينا نقول في عندي تماثل او اقتران للجمل. بمعنى ان لذا جهانا كان اي جين ويت فروم نوت ايتينج انف انه هل ممكن ازيد وزني انا من غير ما اكل بشكل كافي. تعال نفس الشغله هنا بس ضايل هل تعتقد هان نفس الجملة بس بالنهاية انه المفترض يكون في عندي دوبليكيت. فانا بدي انا اعتمد على المنطق مش والله عشان انا ضفت كلمة جديدة وهذه الكلمة اساسا ما ضافت التغيير للجملة اللي انا اقدر احكم عليه اقول له نط دوبليكيت. فيرنس اللي بعده انا بدي اتاكد اذا كان النموذج خلينا نقول انه في عنده تحيز بشكل ما لا خلينا نقول عنده تحيز لصفة معينة أو حاجة معينة. خلينا أضرب مثال وتوضح فكرة الفيرنس. لما أجي أقول أنا هان I am black woman فهنا عندي البلاك هو راح أتوقع لي إياها نيجاتيف. فهو المفترض أنه تعال أنت من وجهة نظر الشخص أنه عادي ما في عندي فرق عادي بالنهاية. فبدي أضمن النموذج والله ما يروح أنه يقيم على شغلات معينة أو يكون في عنده تحيز مثلا للأبيض على الأسود أو الشغلات هذه أو على مثلا لما نجي نتكلم مثلا على اللي هو نقول زي هنا مثلا اللي هو قصة الجندر الخاص
بالإنسان، فبدي أضمن إنه ما يكون في عندي اللي هو انحياز، علشان البناية أضمن إنه يطلع عندي النموذج خالي من الأخطاء ولو بشكل بسيط. طيب آخر حاجة في عندي اللي هو طبعا إحنا هي خلصنا اللي هو linguistic capability. بدي أتكلم عن حاجة في البيبر اللي هي test generation، عشان أنا في عندنا في البيبر أنا استخدم اللي هو software tool open source. طبعا هذه التول بتوفر لي ثلاثة أبروش اللي هي السكراتش والبيتر باشن فانكشن والتمبلت. طبعا هذول زي ما قلنا انه انا طبعا هنا في عندك الادفانتج والديس ادفانتج، لخصنا بشكل بسيط من البيبر وايش الفكره منهم بكل اختصار. انا مثلا لو بدي انا على الابروش اللي هو الخاص بالتمبلت اللي عندي هان، اللي بدنا نصل له هان لو جيت على المثال الاول هان كيف انا ممكن اني امثل او ان اكتب التست. يعني بقول لك خليني بس اوضح ايش اللي نعمله، انه بقول لك في البيبر انه بستخدم تول، التول هذه بتوفر له انه اعمل انا عمليه ايش التست اللي احنا هذا كل الكلام اللي ذكرناه كيف بعمل كابابيلتي وكيف بعمل تيست. في عندي انا تول ممكن اختار انا الابروش ويقوم يمثل لي اياها نفس المنطق او بيمشي على نفس المنطق او على نفس الكلام اللي انا شرحناه ووضحته في بدايه البيبر لحد هذا السلايد اللي هي التكست جنريشن تحت. اجيت خلينا نقول التمبلت على سبيل المثال، في عندي كان ابروش اللي هو التمبلت، كيف بدي والله امثل هذا التست عن طريق التمبلت؟ بكل بساطه عندي الاي ممكن اجي اقول له انا هان لو جيت هنا و بدي اجيب قلم طيب احنا خلينا نختصر لنا الوقت. عندي هان المفترض انه باجي بقول له اي، بفتح طبعا الاقواس، بس طبعا بدي قلم اوضح هذا الكلام. خلينا نمثل لها هان على طول شغله بسيطه هان. يعني لما بدي اجي مثلا خلينا اقول بدي انا بدي امثل هذا في طريقه اللي هو التمبلت، خلينا نقول كيف. فانا باجي بكل بساطه باجي زي هيك عندي الاي، وبفتح طبعا القوس وبقول عندي انا الديدن، طبعا هذا نيجيشن اللي هو النفي، وبعد هيك في عندي اللي هو اللف والذا، طبعا هذول اللي هو عند اجزاء الكلام اللي هو منقول انا بي او اس فيرب. وبعد هيك في عندي اللي هو الحاجه بدها تصير او الاشي او خلينا نقول الصفه او الحاجه، وخلينا نقول هنا اللي هو اخر حاجه اللي عندي الثينك الشيء اللي انا ايش بكرهه حسب المثال. فهيك بتم تمثيله في حاله هو استخدمت اللي هو التمبلت. فببساطه انا خلينا اجمل الموضوع، فانت توقع لقيت التشيك ليست ايش بتقدم لي عندك خيارات، ان باجي والله النموذج لما بدي انا اروح اختبره في عندي انا قدرات لغويه بدي امشي عليها، في انا عندي انواع للتست تايب بدي اخذ بالعنوان ايش الغرض او ايش الفائده حستفيد منه، وافحص بناء على القدرات اللغويه. فهذه الشغلات انت لما انه انت فعليا احنا غطينا جميع الجوانب للنموذج ومن اكثر من جهه، فانا لما بدي مر النموذج عندي من جميع هذه الاختبارات خلينا نقول، فانا بضمن انه يكون النموذج هيك، بكون انا على المرتاح انه النموذج يحقق الدقه سواء في التاسك كانت غير اللي شافها او تاسك جديده. مش اروح والله اتفاجئ انه اول مره ماشي اعطاني نسبه 100% ممتازه 95 وبعد هيك اتفاجئ انه مش الاداء اللي بعطيني اياه، طلع اداؤه ضعيف. فهذه فعليا الشغله مهمة جدا، وهذا البيبر طبعا من اهم البيبر طبعا اللي قريته لحتى الان، وموضوع طبعا صراحة جميل جدا وبس هذا بالنسبة كان اللي هو موضوع
behavioral testing on NLP models with checklist. يعطيك العافية.